في تقاعد الرقيب أول محمد نقول يا الجزائر صوت ريح حروف ما لها مزين ألف مبروك التقاعد وتحقيق الأمان من عقب مشوار حافل بكل فعل جزيل في تقاعد الرقيب أول محمد نقول يا الجزائر صوت ريح حروف ما لها مثيل ألف مبروك التقاعد وتحقيق الأمان من عقب مشوار حافل بكل فعل جزيل ألف مبروك التقاعد وتحقيق الأمان من عقب مشوار حافل بكل فعل جزيل زوجتك تهدد تهاني على الحون الجزال نورها النوتر فاه ربت الطبع الأصيل وبثلاثين عام خدمتك قرم الرجال تشهد أفعالك وتشهد لك العلم الجليل انت فخر للوطن انت يا تاج الرجال يا محمد بصمتك باقية في كل جيل ألف مبروك التقاعد وتحقيق الأمال من عقب مشوار حافل بكل فعل جزيل الوفا والطيب موصوف واسمنا الفعال بالكرم والجود والخلق والطبع النبي رايتك سلم دهال درعك أكبر العيال سلطان تخرج وكمل خطى الدرب الطويل أشهد لها الجامعة وفعولها الجزال الشهادة نالها بعزم وجهد وفعال فالإدارة والفنون ماخذ علم جديد ما جتنا للثانوية مدرسة القيروان ألف مبروك التخرج يا ماجد يا لصيف ألف مبروك التقاعد وتحقيق الأمال من عقب مشوار حافل بكل فعل جديد أمكم تهدي التباريك في أغلى منال بس تخرج يا عسى راحكم في كل ليل والمحامية شهاد بنتكم مغلى الغوال باركت أفراحكم والغلا لكم تشيل هذا ابنك فيصل المعتلي فوق المخال لجلكم صاغ التهاني على اللحن الجميل ربعكم بفعولكم يفخر ويغلى الرجال ربعك الحربي وهم هلا سيف الصقيل ربعك الحربي 5 0 5 5 8 7 6 8 7